اتهم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إيران بمحاولة قلب النظام في الشرق الأوسط، معتبرا إياها الراعي الرئيس للإرهاب في العالم. وقال الجبير في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، قال إن طهران تعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا على صعوبة التعاون معها. كما دعا الجبير المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع خطوط حمراء واضحة لوقف تصرفات إيران حيال تمويل وتسليح الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في المنطقة. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قال إن تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين يحاولان باستمرار عرقلة الهدنة في سوريا. لمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور خطار. وبداية يعني تصريحان مهمان، يعني ما رأيك بهما؟ كيف ترى تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر ميونخ فيما يتعلق بأن إيران راعية الإرهاب في المنطقة، وأيضا تصريح مستورة بأن داعش وجبهة النصرة يحاولان عرقلة الهدنة في سوريا؟ من الواضح أن وزير الخارجية السعودي يكرر المواقف التقليدية لبلاده، ويستند أيضا على نفس التقييم الذي أعطاه بالأمس نائب الرئيس الأمريكي، أي أن هذا الخطاب السعودي يأخذ قوة أكثر من موقف الإدارة الأمريكية الجديدة الذي يحذر ويعتبر أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، ويطالب بعدم استفادتها من رفع العقوبات عنها حتى لا تتوسع أكثر في الإقليم وتتدخل في شؤون الدول الأخرى. لكن أيضا السيد الجبير تساءل عن حق لماذا داعش والقاعدة تضرب أينما كان إلا في مكانين هما إيران وإسرائيل مثلا. ومن ناحية أخرى السيد دمتسورا الذي اعتبر أن داعش والنصرة تهددان وقف إطلاق النار، وهذا أمر واقعي مع أن مناطق داعش منفصلة عن مناطق أخرى، بيد أن ما قاله السيد دمتسورا أيضا واقعي أكثر من اللزوم عندما تكلم عن أن النظام السوري غير معني بالعملية السياسية، أي أنه غير مهتم بها ولا يعمل لأجلها. وكان من الواضح أن خطابات الذين تدخلوا حول الملف السوري ركزوا على أنه من دون حل سياسي للمسألة السورية سيكون من الصعب محاربة الإرهاب. نعم الدكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.